أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس احتراف ويندوز 10. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن 5 مهارات ونصائح مهمة لكل مستخدم حاسوب وخصوصا ويندوز 10. عمل اختصار لقفل الحاسوب. طبعا راح نصنع اختصار من خلاله نقدر نعمل لوك وقفل للحاسوب من خلال الماوس بشكل سريع ومختصر. يعني عندما نريد نقفل الحاسوب، طبعا احنا جاي نشتغل على الحاسوب وفجأة حبينا انه نخرج من النظام او نقفل النظام لفترة معينة، طبعا نذهب الى قائمة ستارت ومن ثم الى الباور وطبعا سليب راح يتم قفل الحاسوب. طيب نقدر نعمل اختصار. طبعا هذا الاختصار طبعا من خلال نضغط كليك ايمن نيو وطبعا نختار شورت، راح نكتب السطر التالي طبعا R capital. طبعا هذا سطر البرمجي راح يتم وضعه بصندوق الوصف، بامكانك تاخذ النسخ بشكل مباشر وتضيفه. نيكست بعدها راح يطلب من عندنا اسم، مثلا لوك راح اسميه اي اسم، نسميه قفل الحاسوب لوك اي اسم خيار انت. فينيش. طيب اصبح عندنا هذا الزر. طبعا اذا اجي هنا اضغط عليه كليك بشكل مباشر راح يتم قفل الحاسوب. طيب فقط ممكن نغير الايكون الخاصة بي حتى يكون شكله جميل ولطيف. طبعا نجي هنا نكتب ايكون فايندر مثل ما تعلمنا في احدى المحاضرات. طبعا نكتب هنا لوك، نبحث عن لوك، بعدين نجي الى فري، ممكن نختار احدى هذه الايقونات اللي نشوفها لطيفة ومناسبة. طبعا ممكن هذه الايقونة. طيب فنجي الى CO ICO وطبعا داونلود ايكون. طيب هذه هي الايقونة تم تحميلها. طبعا نجي هنا نكليك ايمن على هذا القفل Properties Change Icon، نجي الى Properties، طبعا نختار الايكون اللي احنا حملناها. اوكي ابلاي. اوكي اذا لاحظ انه اصبح عندي هذا الرمز، طبعا بامكاني اخليه على شريط المهام، هذه هي المنطقه، بامكاني هذا احذفه في حال لو حبيت اقفل الحاسوب مباشره، بس اضغط كليك. اذا لاحظ بلمح البصر راح يتم قفل الحاسوب. عمل ايقونه لاظهار لوحه المفاتيح. في بعض الاحيان نحتاج لوحه المفاتيح، وطبعا لوحه المفاتيح موجوده بالاكسسوارز ومكانها بالويندوز 10 معقد شويه، يختلف عن ويندوز 7. طيب حتى نظهر لوحه التحكم من خلال اختصار، بامكاننا نضغط كليك ايمن نيو وطبعا نختار شورت كات، نكتب الكلمه الاتيه OSK فقط OSK. نيكست نيكست. راح نشاهد انه راح يكون عندي اختصار، مجرد عندما اضغط عليه كليك راح تظهر عندي لوحة المفاتيح. طبعا بامكاني اختار واكتب بكل بساطة، مثل ما لاحظ عندنا لوحة مفاتيح نقدر نستخدمها في اي وقت. اختصار لآلة الحاسبة كولكوليتر. في بعض الاحيان نحتاج استخدام آلة الحاسبة بكثرة، وطبعا انا شخصيا احتاجها دائما بكثرة، فبإمكاننا أنه نعمل اختصار لآلة الحاسبة من خلال نضغط كليك أيمن نيو وطبعا نختار شورت كات، طبعا نغير إنجليزي ونكتب الاختصار التالي كالك CALC ومن ثم كالك، ممكن نسميه آلة الحاسبة أي اسم أي اسم بالإنجليزي كالكوليتر الاسم اللي أنت تشوفه مناسب. فينيش. اذا لاحظ هنا عندي آلة حاسبة، طبعا بامكاني انه استخدمها، مثلا 2 زائد 3 يساوي لنا 5 وهكذا. آلة حاسبة نقدر نستخدمها باي وقت وباختصار سهل وبسيط. الغاء ارسال بيانات الخصوصية لشركة مايكروسوفت. طبعا شركة مايكروسوفت وضعت اداة لمراقبة المستخدم. طبعا هي ظاهرا تستخدم هذه الأداة لتحسينات النظام، ولكن باطنا هي تستخدم لمراقبة المستخدم، كم يستغرق العمل على الحاسوب، ماذا يعمل على الحاسوب، ما هي البرامج الأساسية. يعني ترسل بيانات للشركة خصوصا إذا أن الحاسوب الخاص بك بإنترنت، وطبعا تستفاد من هذه المعلومات حتى تطور الذكاء الصناعي الخاص بالويندوز، وأيضا ممكن يعني في حال لو اضطر الأمر ممكن أنه تسرب بياناتك أو تبيعها بثمن ما لأي مؤسسة أو جهة ما.
طبعا هذا الخيار هو اختياري، فأنت حر، يا أما توافق يا أما بإمكانك تلغي. فحتى تلغي بيانات الخصوصية الخاصة بك طبعا تجي إلى Start Setting، بعدين تجي إلى Privacy، طبعا نجي بعدين إلى Activity History. هذا الخيار Activity History، طبعا راح تلقى خيار اللي هو Send My Activity History to Microsoft. هذا الخيار ضروري انه تلغي التفعيل من عنده حتى لم يتم ارسال البيانات الخصوصية الخاصة بك الى الشركة. وطبعا انت حر، في حال لو كنت موافق بامكانك تفعله، ولكن انا انصح بالغاء تفعيله. اظهار الحافظة او الكليبورد، طبعا الحافظة او الكليبورد ضرورية جدا. في حال لو عندي مجموعة من النصوص، مثلا راح اكتب بها وورد مثلا، طبعا في حال لو اجيت اخذت نسخ كوبي من كلمة بها ولصقتها بهذه المنطقة، واجيت الى بها وورد واخذت كوبي، اذا لاحظ انه كلمة بها راح تروح وراح فقط يلصق الجملة الاخيرة. طيب اريد اعمل حافظة تحتفظ لي بعمليات النسخ او الكليب بورد. العملية سهلة، طبعا نجي الى ستارت، ومن ثم طبعا نجي الى سيتنج، وطبعا سيستم، نجي بالاسفل نختار كليب بورد، وان اضغط عليها كليك. في حال لو كانت ما مفعله راح اجي افعلها. طبعا هنا هو يقول طبعا ويندوز كي وفي حتى نظهر الكليب بورد. طيب حتى اظهر الكليب بورد راح اجي على ويندوز وفي، راح تظهر لي الحافظه. بما انه انا هسه فعلتها، هذه الحافظه راح تحتفظ لي منها ورايح. طبعا اجي هنا كنترول سي، واجي هنا ايضا كنترول سي. طبعا صار عندي عمليتين نسخ، اجي اضغط على ويندوز وفي، الاحظ انه عندي عمليتين هنا مثل ما لاحظ. طبعا بامكاني انه اضغط دبل كليك او ويندوز في والصق بها. مثل ما لاحظ انه الحافظة ممكن تفيدنا في عمليات النسخ، خصوصا اذا احنا عندنا عمليات نسخ كثيرة ومتكررة. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة ومفيدة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.